بس بقدر ما أنا مستغرب محتاج أفهم، النقابة العامة للعلاج الطبيعي بتعلن عدم قيد أو قبول انتساب أي طالب تخرج من جامعات خارج مصر، وده اعتبارا من 2023. معانا على التليفون دكتور سامي سعد، النقيب العام لأطباء العلاج الطبيعي. أهلا بيك يا دكتور. أهلا بيك أستاذ حسين. أهلا بيك. إزاي الصحة؟ كله تمام؟ قبل ما أتكلم في هذا الموضوع، أنا بصراحة أسلكت صدري وأسلكت صدر كل المجتمع المصري، لأول مرة في تاريخ مصر تكرم فتاتين من ذوي الهمم جامعة محترمة يقودها الأستاذ الدكتور المنصور حسن. طبعا. شيء نفتخر به كمجتمع مصري، لأن أنا أعتقد إحنا يعني لفينا كتير العالم لم نجد مثل هذا النموذج الرائع بتخريج فتاتين وتكريمهم من معالي وزير التعليم العالي. ده فخر لينا جميعا، وإن شاء الله أنا واثق تماما من جماعة بني سويف إنجازاتها المتعددة، وخاصة في مجال الجامعة الأهلية الجديدة. إن شاء الله أنا سنلقى المزيد من هذا التقدم ومن هذا الاهتمام من القيادة السياسية في الاهتمام بذوي الهمم والاحتياجات الخاصة. نيجي موضوعنا بقى الهام والشائك. جدا شائك جدا. الموضوع ده عاوزين ناخده بهدوء خالص، لأنه احنا حريصين جدا جدا على أولياء الأمور وأبنائهم. كويس. ودول أبناء مصر اللي يجب إن احنا نساعدهم سواء في الداخل أو الخارج. احنا عندنا تبادل قضايا اتفاقيات دولية، وعندنا تبادل ثقافي، وعندنا أيضا اعتراف ما بين الدول بعضها لبعض في مجالات التعليم وفي مجالات البحث العلمي. هذا الكلام موجود في قانون رقم 3 لسنة 1985، ولا في قانون مزاولة المهنة، ولا نستطيع أن نقترب منه إلا في حالة واحدة، أن حينما تكون هناك معادلة بشهادة درجة البكالوريوس، لابد أن تكون لجنة المعادلات في المجلس الأعلى للجامعات لديها ضوابط ولديها معايير حتى تقرر أن هذه شهادة تعادل الدرجة المصرية. هل يعقل أستاذ حسين أن من الأقسام الأدبي يتقدموا إلى كليات طبية في الكثير من الدول العربية، يعني حاصل على الثانوية العامة قسم أدبي يدخل كليات طبية مثل البشري أو الأسنان أو العلاج الطبيعي؟ ده اعتراضنا عليه. واحد. اثنين، هل يجوز أن حاصل ثانوية عامة على تقدير 51% و52% و63% حتى 60%، بينما طالب مصر بيحصل على أعلى درجات تصل إلى 92% عشان يدخل 47 كلية علاج طبيعي ما بين خاص وأهلي وحكومة؟ فهنا عملية المقاييس والمعايير مغايرة تماما. إحنا عشان كده بنطالب دولة رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء المختصين المعنيين لدراسة هذا الوضع الشائد لعلاجه مش لعرقلته. إحنا عايزين أبنائنا يتعلموا داخل مصر، وأن اقتصادياتنا نحافظ عليها، لأن التعليم في الخارج في أي دولة عربية يأخذوا بالعملة الصعبة، وأنت عارف قد إيه مصر محتاجة. دكتور سامي، دكتور سامي، بعد إذن حضرتك يا دكتور، بعد إذن حضرتك، الناحية بتاعة المسألة الاقتصادية وغيرها من أمور متعلقة بالنقد والمصاريف وما إلى ذلك لا علاقة لها بالعلم، خلينا في العلم. اللي أنا أحب أن أنا أفهمه يا فندم عشان أبقى يعني فاهم المعلومة مظبوط، لأن أنا عدت قريت البيان الصادر عن النقابة مزيل بتوقيع حضرتك، أنا شخصيا استغربت وتوترت جدا. البيان بيقول إن أنا مش هقبل عندي في جداول القيد بدءا من 23 أي حد متخرج من جامعات غير مصرية، تحديدا في كلية العلاج الطبيعي، مش هتقبلوه عندكم في النقابة في جداول القيد. كما فعلت نقابة الأطباء البشري
ومن ثم فعلت نقابة الأطباء الأسنان. أنا مش بسأل على نقابة أطباء الأسنان ولا نقابة الطب البشري يا فندم. أنا لسه ما سألتش يا دكتور. من 5% يا دكتور. يا دكتور. أنا لسه ما سألتش السؤال. لن نستطيع أن أنا لسه ما سألتش السؤال يا دكتور. على درجة أدنى. كويس. كل ده كلام أكتر من رائع. أنا لسه ما سألتش السؤال برضه. اتفضل. السؤال هو أنا هأعمم القرار ولا أنا هرجع للمجلس الأعلى للجامعات وزارة التعليم العالي حتى تضع معايير لمسألة معادلة الشهادة؟ يعني أنا أفهم كويس اللي حضرتك بتقوله أنه ما يبقاش جاي أدبي، ما يبقاش حصل على تقديرات دراسية أو درجات دراسية متدنية أعلى من أقل من المتعارف عليه بالمعايير الدولية في الجامعات الكبيرة، أحط معايير بناء على المعايير أقبل القيد أو أرفضه. لكن ارفض ما انا جاي حضرتك في الكلام اهو. انا كاتب في البيان بعد جلسه دعوه السيد دوله رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين لوضع ضوابط ومعايير لهذا الامر الجديد علينا. يبقى يستحيل قبوله. ما هو يا فندم، مساله تكافؤ الفرص ما بين الطالب المصري سواء في الداخل او في الخارج أمر لابد أن يكون له اعتبار. عشان كده إحنا بنناشد دولة رئيس مجلس الوزراء ومعالي وزير التعليم العالي والمختصين في هذا المجال لوضع الضوابط والمعايير الثابتة التي تتيح تكافؤ الفرص. طيب يا دكتور، يبقى البيان يبقى كده البيان الذي يتعلم خارج مصر. طيب يبقى كده البيان يا دكتور، أنا آسف لم تجانبه الدقة، لأنه عندنا البيان في فقرته الثانية بيقول نصا لذا. دي النتيجة بتاعتي. لذا قرر مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي بجلسته المنعقدة يوم الجمعة الموافق 19/8 بالموافقة بعدم قبول قيد، يعني واضح اهو، بعدم قبول قيد او الاعتراف باي خريج بالجامعات الخارجية ايا كانت نوعها اعتبارا من سنة 23، وذلك لاسباب قانونية ومعايير وضوابط وضعها مجلس النقابة للحد. مجلس النقابة مش هو اللي هيحط معايير المعادلة يا دكتور، المجلس الأعلى للجامعات هو اللي يحط المعايير. قانون النقابة بيوضح. معلش هو أستاذ حسين، حضرتك بتطالب بالتوضيح. ما أنا عايز أفهم. قانون النقابة رقم 209 209 سنة 1994 بيوضح في إحدى مواده البند الأساسي، وهو رسم المساهمة في رسم السياسة التعليمية وتطوير برامج التعليم بما يحتاجه السوق المصري أو غيره. يعني بنحط إحنا الأسس والمعايير اللازمة للتدريب والتعليم والسياسة التعليمية. السياسة التعليمية في الخارج تختلف عن السياسة التعليمية في الداخل. عشان كده احنا طلعنا هذا القرار ومقتنعين به جدا جدا جدا، لغايه ما نقعد مع المسؤولين نضع الضوابط وفقا لقانون النقابه. هو القرار يا فندم بيطلع قبل ما نحط المعايير؟ يعني القرار الاول ولا المعايير الاول؟ لا، لازم اضع انا اقدم رؤيه المعايير الخاصه بي. وهي هي يا استاذ حسين، هل تم الاتفاق على هذه المعايير؟ يا دكتور كليه العلاج الطبيعي يا دكتور يتخرج بعد 6 سنوات، وطالب اللي بيتعلم في أي دولة أخرى 4 سنوات، أتاوا ال4 سنوات في 6 سنوات. ولا لابد إن إحنا يا دكتور. أيوة حضرتك يا دكتور سألت السؤال، بقولك أيوة طبعا ينفع. يعني على سبيل المثال للحصر، هو أنا الدراسة بالسنين ولا بالبرامج بتاعة الدراسة والمواد؟ على سبيل المثال يا دكتور سامي، اسمح لي يا دكتور، بعد إذن سيادتك يا دكتور إذا سمحت، على سبيل المثال للحصر، كلية الهندسة في جامعة أكسفورد ماشي يا دكتور وحدك سيد العارفين، كلية الهندسة فيها برامج دراسية في جامعة أكسفورد 4 سنوات، أجي أقول له أصل أنت شهادتك وحشة وأنا شهادتي أحلى عشان أنا 5 وأنت 4؟ يعني هو ده المعيار؟ ولا المعيار إن في معايير علمية وأكاديمية بناء عليها أعادل الشهادة؟ تخيل يا دكتور إن أنت تيجي النهاردة ابن واحد راجل بعت ابنه درس في جامعة بالمعايير السليمة، خريج علمي وجايب درجات كويسة،
وراح جامعه محترمه بره، مش بقول لك جامعه اي كلام ولا نص نص، فيجي دكتور سامي يقول له اصل انت خريج جامعه اجنبيه فمش هتقيد عندنا. يا فندم ليه؟ لو المعايير منطبقه تماما مع معايير مصر سواء في سعاده الاعتماد او عدد السنوات يبقى هيعتمد ويقيد. يبقى يا دكتور المعايير تسبق القرار مش القرار سابق على المعايير. لا يا فندم، احنا اشترطنا ان تكون هناك ضوابط ومعايير وفقا للضوابط، بس حطيت القرار برضه ووفقا لقانون النقابه. انا من حقي مثلما قال رئيس والله الجامعه الاهليه ان النقابات شيء والتعليم شيء اخر. احنا دورنا القيد ومنح المزاوله عن طريق وانا هضيف لحضرتك هو لو عاوز الحق يعني يا دكتور أحد. العمل النقابي والاتحادات المهنية يا دكتور سامي منوطة بالدفاع عن حقوق المنتمين والمنتسبين يا فندم. دي لائحة دولية أو غير دولية هيخضع لعمل اختبار اجتياز لمزاولة المهنة. طبعا هيكون فيه عضو مجلس النقابة، يعني مجلس إدارة المجلس الصحي المصري يمثله عضو مجلس النقابة عشان حتة المعايير والضوابط والسياسات التعليمية اللي بنحطها. تمام يا دكتور. إذا القانون المصري الصحي هيفلتر كل هذه الشهادات حتى لو كانت شهادات منقوصة أو غير منقوصة. البيان يا دكتور فيه عوار لأنه وضعتم القرار قبل المعيار. المعيار يوضع أولا ثم نضع القرارات بعد أن نتفق على المعيار. يا دكتور بلاش نحط الحاجات فوق بعضها، وأصل بسبب الظروف الاقتصادية مش موضوعكم يا دكتور سامي بعد إذنك، مش موضوعكم، أنت كده بتهدم مستقبل ناس موجودة بره، مش موضوعكم. على كل لنا في ذلك نقاش سوف يطول تاني، المعيار قبل القرار. شكرا جدا يا دكتور سامي، وطبعا لازم نبقى متفقين على أنه كل الاحترام للكل، ما فيش أي اختلاف على الإطلاق. في حاجة اسمها لوائح، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، اللوائح بتاعت النقابات في مصر وفي العالم هي منوط بيها، النقابات والاتحادات منوط بيها الدفاع والحصول على حقوق المنتمين إلى هذه النقابة، عشان بس نبقى متفقين يا جماعة.